المحور الثاني في حلقة هذا اليوم، واللي راح نتحدث بأسف وحسرة على غياب المصارعة العراقية في دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ المصارعة، بعد أن كنا نمني النفس تواجد أبطالنا اللي سبق وأن أحرزوا الكثير من الميداليات والإنجازات. الأسباب الحقيقية اللي دعت اتحاد المصارعة بالاعتذار عن المشاركة في منافسات البطولة راح نطرحها على ضيف الكريم السيد شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة والمتواجد معانا على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة. كابتن، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. مرحبا بك استاذ محمد وكادر الشرقية. الله يحفظك. يؤسفنا أن نسمع أخبار اعتذار مصارعين الأبطال عن التواجد في بطولة آسيوية. يا ريت نتحدث عن الأسباب الحقيقية اللي دعتكم الاعتذار عن المشاركة في البطولة. أستاذ محمد، الأسباب السبب المهم هو عدم وجود مكان للتدريب، عدم وجود قاعة للتدريب. كانت عندنا قاعة في نادي الكاظمية، ولكن مع الأسف رئيس نادي الكاظمية غلق القاعة وأمر بطرد اللاعبين، فبقينا حايرين صراحة. ماكو مكان نتدرب، صعوبة تجميع اللاعبين في هالفترة هذه، انه احنا لازم نقرر اما نشارك او ما نشارك. فاحنا اساسا يعني تواجد وتدريبات ماكو، شلون نقدر نشارك؟ فاعتذرنا لهذه الاسباب. نعم. للأسف يعني رئيس نادي الكاظمية مو عراقي، ما ادري يعني مو هذا المنتخب يمثل العراق. نعم. هو مو كان رئيس اتحاد مصارعة، شلون يمنع مصارعي منتخب العراق؟ نعم. من صح. التدريبات على قاعة نادي الكاظمية، ليش نادي الكاظمية مالته؟ ما اعرف، بس جاوبني كابتن شعلان. استاذ محمد، هي القاعة اصلا احنا صرفنا عليها بتوجيه من السيد رئيس اللجنة الاولمبية 70 مليون لترميمها وتجهيزها لخدمة لعبة المصارعة في الكاظمية والاتحاد المصارعة. واحنا ادامة شهريا نصرف عليها عامل منظف كهربائيات، بس ما اعرف شنو السبب اللي خلاهم يتصرف هيك تصرف، وامر بتبليغ رسمي من الاداره الى المدربين انه يمنع حضورهم نهائيا. طيب، وبقوا يعني قسم تدرب بالعظميه، قسم يتدربون بغير مكان، فالتدريبات مو هي المرجوه يعني والمطلوبه. طيب، ما ابلغت الاولمبيه بتصرفات رئيس نادي الكاظميه؟ هاي قضيه بلد، هاي مو قضيه نادي او قضيه اتحاد، هاي قضيه بلد اللي بدك تحكي بيه كابتن شعلان بمنتهى الخطوره. رئيس نادي الكاظميه زعيم عبد الكريم يمنع مصارعي المنتخب العراقي من التدريبات على بساط نادي الكاظميه استعدادا لتمثيل العراق بدوره الالعاب الاسيويه، هاي كارثه. استاذ محمد، احنا قدرنا نعالج الموقف من خلال السيد وزير الشباب والرياضه مشكور. نعم. انطانا قاعه، ولو القاعه على شكل هيكل، والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه مشكور شكل لجنه من المكتب الهندسي باللجنه الاولمبيه وباشروا باعمارها قبل 25 يوم، وان شاء الله نهايه الثامن القاعه تجهز ويصير عندنا قاعه حلوه ونعتمد عليها، بها كل المستلزمات، بها كل الاحتياجات، من منام، من مطعم، من مبيت، من كافتريا، ساونا، أجهزة حديد. إن شاء الله الأمور حاليا تمشي. طيب، بالاتجاه الصحيح. كابتن شعلان، احنا بداية 2007. تفضل استاذ. العفو، يعني بس أنا استحضرني فد شيء، يعني ما قدرت تأخذ مصارعينا وتروح الكردستان؟ لا. اللي هي جزء من العراق، والله الأخوة هناك يفتحوا لكم الأبواب والأندية والبساط وتمرنوا، وليش يعني نخسر مشاركة أبطال والمصارعة العراقية اللي احنا نعول عليها أن تكون كفتها عالية في دورات الألعاب الآسيوية؟ استاذ محمد، تصير مكلفة هذه العملية جدا. الاخوان في كردستان فاتحين كل قاعاتهم يتمنون حضورنا، بس ايش قد المدة؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ صعوبة استاذ محمد، كل الصعوبة. طيب، مكلفة. طيب، هل فعلا انه اللجنة الاولمبية خيرتك اذا كنت تريد تشارك لازم تحقق انجاز، واذا ما تحقق انجاز عليك بالانسحاب، وبالتالي انت كنت صادق معاهم وقلت لهم يابا ما اقدر احقق انجاز، وبالتالي قالوا لك لا تشارك، ام ماذا؟ لا بالضبط، هم طبعا يريدون انجاز، اللجنة الاولمبية تريد انجاز، واحنا نريد انجاز، والامور كانت واضحة ومفهومة. اصلا احنا ما مستعدين، ما عندنا يعني مكان تدريب ماكو، وهذه دورة اسيوية،
الدول الآسيوية هم نفسهم أبطال العالم وأبطال أولمبياد خصوصا بالمصارعة. يعني بقية الألعاب ممكن لأنه من أوروبا من كذا، ولكن آسيا هم أسياد العالم بالمصارعة والأولمبيات أيضا. فصعوبة جدا أنه يعني احنا على الأقل حتى إذا نشترك، حتى إذا يخسر اللاعب فيخسر بنتيجة مشرفة، ويعني بنزال ند يعني ند مقابل ند. فلهالأسباب يعني وعدم التدريبات أنه قلنا نحفظ هيبة المصارعة، لأنه هذا محفل دولي الكل تشاهد، وإن شاء الله القادم أفضل، الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، القاعة إن شاء الله تجهز نهاية هذا الشهر بإذن الله، والأمور يعني جيدة جدا. مشكورة اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الأولمبية، الأمين العام، الأمين المالي، أنه وفرنا كل ما نحتاجه في سبيل أنه نجهز القاعة. بس كابتن شعلان، غيابكم واعتذاركم عن محفل آسيوي يمكن راح نقضي به على جيل كان يمني النفس أن يكون متواجد في بطولة آسيوية. مثل ما تعرف حضرتك والسادة المشاهدين، احنا كل 4 سنوات تقام بطولة آسيا، وبالتالي بعد 4 سنوات الله يعلم شنو اللي راح يصير بمصارعينا، وإذا بقى هذا الوضع على ما هو عليه فيؤسفني أقول لك نقرأ على المصارعة والرياضة السلام. إذا رئيس نادي ما يتعاون ويغلق الباب وبكيفه، وكأنه نادي الكاظمية مالته، وكأنه نادي الكاظمية مسجل طابو وفضل المصلحة الشخصية على مصلحة بلد بأكمله، ولا ثواب ولا عقاب، هاي قمة الكوارث. فهذا الحقيقة الكلام المؤلم اللي احنا لازم نناقشه. استاذ شعلان، استاذ محمد كلامك صحيح، وفعلا اللاعبين تأثروا نفسيا. اكو لاعبين صدقني استاذ محمد يتدربون اكثر من المقرر وهم من حسابهم الخاص، وتعرف هذه تريد غذاء متميز، مكملات غذائية، تجهيزات خاصة، يروحون قاعات بإيجار بفلوس يتدربون مستعدين لهذا اليوم. ثق بالله يعني أنا خجلت من عندهم، ثق بالله خجلان من عندهم، ولكن ما باليد حيلة. إيش نقدر نسوي؟ سلمنا أمرنا إلى الله وإلى الخيرين، وقدرنا نعالج ونسوي البديل، حتى بعد ما شخص يجي يتحكم شعلان وغيره وغيره يتحكم بمصير لعبة هي لعبة بلد تمثل تاريخ. هذه احنا نريد نتجاوزها، نريد احنا نعمل لمصلحة البلد، نريد نطور اللعبة، نريد نفرح الشعب العراقي على الاقل فرحة بسيطة، هذا الشباب اللي متجه اتجاه صحيح وهو الرياضة. فان شاء الله ان شاء الله هذه بعد ما تتكرر وتجاوزناها استاذ محمد، والامور قلت لك يعني مشكوره اللجنه الاولمبيه اللي يعني صرفت مبالغ لترميم القاعه وتجهيزها بكافه التجهيزات الرياضيه وعلى افضل ما يكون. طيب والحمد لله يعني ان شاء الله هذه يعني هاي الخطوه استاذ شعلان ما كان نقدر نسويها بوقت مبكر، لان احنا نعرف كل زين بالاجنده عندنا مشاركه في دوره العاب اسيويه تبدي 15/8. يعني هسه مشكوره اللجنه الاولمبيه ومشكورين الخيرين على تخصيص اموال هاي القاعه، ما قدرنا نهيئها قبل فتره، وبالتالي نخصص كم شهر لاعداد مصارعينا. والله اشعر بالم وبخيبه وبحسره لغياب ابطالنا عن هكذا محفل اسيوي، لان اني أعرف تاريخ المصارعة العراقية وأعرف إنجازاته وخصوصا على المستوى الآسيوي، فبالتالي غيابها مؤلم جدا، بل هي ضربة للبعثة العراقية اللي تعول بتعديل تسلسلها على مستوى النتائج لمصارعينه. فليش التأخير هذا بترميم القاعة اللي سبحانه وتعالى الله جاب لنا إياها للمصارعة؟ استاذ محمد احنا ما كنا نعلم وما كنا نتوقع انه راح نوصل لهالمرحله انه ينطرد المنتخب الوطني. فاحنا مباشره تحركنا على سيد وزير الشباب مشكور، واخذنا القاعه وفورا باشرنا. استاذ القاعه عباره عن هيكل، وتعرف وين باي مكان اصعب من البناء، فقدرنا يعني ثق بالله نوبات حتى بالليل يعني الحداد والصباغ. وين باي مكان القاعه؟ في بغداد؟ آن واحد في سبيل داخل ملعب الشعب الدولي. نعم. وين وصل هسه نسبة إنجازه؟ داخل ملعب الشعب. وين وصل؟ ونسبة الإنجاز لحد الآن تقريبا 60%، باقي اللمسات الأخيرة اللي هي الصبغ إن شاء الله وتنتهي الأمور. طيب. بإذن الله. طيب. إن شاء الله نفتتحها وندعيكم وحضوركم طيب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شرف أستاذ شعلان. طيب الآن وضع مصارعينا بعد خيبة الأمل باعتذارنا عن المشاركة الآسيوية، مصارعينا شنو ردة فعلهم؟ شو راح يسوون؟
استاذ محمد، عالجنا هذا الموقف من خلال إقامة معسكرات في بداية الشهر الثامن استعدادا لبطولة العالم في الشهر العاشر، وأيضا عندنا الأحداث صدقني استاذ محمد أعمار 12 إلى 14 سنة أخذناهم من أنديتهم من محافظة مباشرة إلى إيران معسكر، ويوم واحد بالشهر بطولة آسيا لأحداث طلاب مدارس. هذه أول مرة ينظمها الاتحاد الدولي لهيج أعمار، وسواها على شكل جزئين، جزء يصير في إيران اللي هي من 1 إلى 4/8، والجزء الثاني في اليابان ببداية الشهر العاشر. يعني يعتبرون هذه أساس اللعبة، لازم ينطوها دور أكثر هذه الأعمار الصغيرة اللي هي بعدين تمثل المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب. طيب، والمتقدمين. طيب، فإن شاء الله بعد يومين بطولة آسيا للأحداث في إيران. هاي القاعة التي خصصت لكم مهيئة للمتقدمين والأشبال، لأن نعرف يمكن ما أعرف عن التفاصيل، إعداد الشبل والناشئ مو مثل المتقدم، يمكن أكو اختلاف بالبساط بالتجهيز بالمعرف إيش، فهاي القاعة راح تشمل كل الفئات بالنسبة للمصارعين؟ نعم أستاذ، لكل المنتخبات الوطنية، لأن هذا الموجود هو المفروض قاعة ثانية، ولكن هذا الموجود راح بس راح يصير يعني مثلا تدريبات الصبح تدريبات العصر، يعني ماكو 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 إيقاف، يعني توقيتات لكافة المنتخبات وتدريبات متواصلة، وبنفس الوقت أيضا لازم تكون الإدامة مستمرة حتى نحافظ عليها. يعني أضعف الإيمان مثل ما يقولون أستاذ محمد، هذا الموجود لازم نعمل، إحنا نريد بس نعمل، نريد نتوكل على الله وننسى الماضي ونخلص من أصحاب الشهادات المزورة اللي كانوا واللي يدعون. قبل شوية كنت تحكي على كرة القدم، مع الأسف الجوازات مزورة، يعني احنا حتى هذولهم خلصنا منهم ومن شهاداتهم، وان شاء الله الله لا يجيبهم للرياضة ولا محتاجين خدماتهم. نعم، الآن اتحادكم هل يعاني من مشاكل؟ لأن نسمع انه اكو قلة تخصيصات مالية، بنى تحتية، وبالتالي تنعكس على واقع الرياضة خصوصا المصارعة، لأنه احنا إذا أردنا نتحدث عن المصارعة فيكفي الأعظمية والكاظمية مع اعتزازنا للمصارعين في بقية محافظاتنا العزيزة، لكن الأعظمية والكاظمية يمكن لهم نكهة بهذا التاريخ، فحدثني باختصار أستاذ شعلان. أكيد أستاذ محمد، العظمية أولا الكاظمية ثانيا هم أساس اللعبة من تأسست من عام 1950 وقبل، والشيء اللي يفرح أنه هسه المحافظات أستاذ محمد العمارة والبصرة وكربلة يعني بدت تنافس وتفوز على العظمية وعلى الكاظمية. مثلا هسه منتخب الأحداث اللي شارك يعني من العظمية لاعب واحد، ومن العمارة ست لاعبين فازوا بالمنافسات، يعني الحمد لله اللعبة دا تنشط، انطيناهم مجال، ساعدناهم قدر الإمكان، طلعناهم معسكرات تدريبية نتابعهم دائما، يعني ولو الحقوق والامتيازات قليلة جدا، ولكن أكو رغبة وأكو روح قتالية، المصارع العراقي متميز، فقط تحتاج البنى التحتية. نعم، اللي هي التغذية والتجهيزات والمنام، هذه بس تتوفر استاذ محمد يعني ثق بالله ننافس ابطال العالم. نعم، ننافس ابطال العالم مثل ما كنا. طيب، وان شاء الله تتوفر شويه باذن الله. بكلمه يعني دقيقه احب اسمع من حضرتك الى عشاق المصارعه اللي اصابتهم خيبه امل بعد اعتذارنا عن المشاركه في البطوله الاسيويه، ما الذي يتحدث لهم شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعه عبر الشوط الثالث؟ استاذ محمد اقول لهم احنا اخوان، مثل ما يقولون لكل جواد كبوه، هذه كبوه ونهضنا من عندها، والحمد لله الامور تبشر بخير، قدرنا بخلال فتره سريعه ان ننظم بطوله عرب، 10 دول عربيه، اجانب، 4 أعضاء اتحاد دولي زاروا العراق، دوره تدريبيه دوليه، قاعه حصلنا، المستقبل افضل، ان شاء الله القادم افضل، كل الامكانات ان شاء الله نوفرها، ونعاهدكم ونعاهد ان شاء الله المصارع انه نعوضهم عن هذه الفتره، وان شاء الله يحققون افضل الانجازات باذن الله تعالى. انا اشكرك جزيل الشكر استاذ شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي للمصارعه، مع تساؤلاتي حول ما قام به رئيس نادي الكاظميه اللي يعتقد نادي الكاظميه مالته ملك الصرف، وبالتالي أرمي هذه القضية وهذا التصرف اللا أبالي والبعيد عن الوطنية إلى المسؤولين، هل من قرار إزاء هذا التصرف اللي قام به رئيس نادي الكاظمية بغلق القاعات
وأبواب النادي أمام مصارعين اللي يستعدون للبطولة الآسيوية؟ هذا السؤال اللي أنتظر منه إجابة وأنتظر ردة فعل. إذا خلينا الحبل على الغارب ترى نقرأ على رياضتنا السلام، وبالتالي يجب أن يكون للحكومة يد طولة، لأن نادي الكاظمية مو ملك أحد، هذا نادي الكاظمية وبقية الأندية هي ملك للرياض العراقي. ما عندنا دكتاتور يجي يقفل المفاتيح. يعني سئمنا من كرئيس اتحاد وهو مريض، أتمنى له الصحة والعافية، هو عايش بعالم ثاني، يأخذ الأختام وياه للبيت يضمها جوا المخدة حتى ما يمشي الكتب والإفادات. هذا الموضوع اللي مريده. مشاهدينا نتمنى الموفقية والنجاح لمصارعتنا ولابعثتنا العراقية في دورة الألعاب الآسيوية، واللي نذكركم بإذن الله راح نكون معاكم أولا بأول في تغطية شاملة لأحداث البطولة عبر برنامج الشوط الثالث من جاكرتا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. أنقل لكم تحيات جميع زملائي العاملين في استوديو البث في الكنترول، ومن زميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد بإذن الله. طبتم في أمان الله، وإلى حلقة الغد أقول لكم في ملا.